صار وقت المطبخ اليوم معي دلال. بونجور دلال. هاي تينا، كيفنا اليوم؟ اليوم وصفتنا وحدة طيبة، وحدة هيدي أهم خبر، إنه وحدة طيبة كتير، وفي كتير أشخاص بيحبها، ولكن في توست اليوم. صح، اليوم عاملين بيتزا. بعرف إنه كثير المشاهدين كلهم يعرفوا يعملوا بيتزا، بس اليوم حبينا نشتغل طريقة بيتزا مختلفة، مش بالخبز الباجيت. يعني اليوم جبنا خبزة الباجيت، قطعناها اثنين، شلنا شوي من اللب مثل ما هون عم بيشوفوا، وهلا بدنا نحشيها شوي من الزيت من الصوص روج اللي حنحكي عنها. وهون فينا نحشي شو ما بدنا، يعني جبنه، جامبون، بيكن. اليوم اشتغلنا بثلاث انواع من الجبنه او اربعه، يعني نشتغل بالشيفر، بالبلو تشيز، بالبارميزان، بالموزاريلا، حتى بدنا نضيف عليها ورق الشمندر بعد ما ندخلها على الفرن، او الروكا، او حيلا شيء نحن بنحبه. بقى أول شيء قبل ما نبلش بدي ضوي شوي على الصلصة الحمراء يلي هي وصفة كل ست بيت تشتغلها تينا. واليوم وصفتنا هيدي الصوص روج اللي حنحكي عنها هلا مش بس للبيتزا، أنا بشتغلها للازانيا، حتى إذا عاملين بامية، بازيلا، حيلا نوع من اليخنة، أو حيلا نوع من المعكرونة، كصوص روج نشتغلها. من شو معمولة وصفتنا؟ اليوم بعدين قبل ما نبلش بدي اقول للمشاهدين انه هيدي صلصة انا بشتغلها بطحنها وبضعها بالفريزر لمده شهر اثنين ثلاثه، ما بيأثر. وقتها بدنا نشتغلها بنشيلها من الفريزر وبنضعها على نار ليزيل الثلج. لكن من شو معموله وصفتنا؟ اليوم عم نحكي على 2 كيلو من البندوره الحمراء يلي منا مقشره، كنا معودين نقشرها، اليوم ما بدنا نقشرها ابدا. بدنا نقطعهم اربعه، بصله كامله مقشره ومقطعه اربعه، حصين من الثوم، عود قرفه، ورقه غار، كل هول المقادير بدنا نوضعهم بطنجره، بدنا نضيف لهم شوي من السكر، الملح، بهار الابيض، جوز الطيب. كل هول المقادير بدنا نوضعهم على نار خفيفه لمده 15 ل 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة هون فينا نضيف مي، فينا ما نضيف مي، يعني مش ضروري البندورة أبداً، ممكن تنزل لأنه البندورة صح بتنزل مي. بدنا كثير مهم انه نغطيهم ونوضعهم على نار كثير خفيفه. بعد 15 20 دقيقه بدنا نشيل عود القرفه ورقه الغار، نطحن البندوره ونشتغل فيها مثل ما نحن بدنا. لكن مثل ما هون عم بيشوفوا المشاهدين، هون اكيد محضرين الصلصه قبل بوقت اكيد، لكن عم نحكي على بندوره، عود قرفه، ورقه غار، بصله، ثوم، كل هول المقادير بدنا نوضعهم. هلا نحن حبينا نزيد شوية ديكور تينا ونضيف أكثر من القرفة، بس هو أصول إنه نوضع عود قرفة وورقة غار. بدنا نوضعهم هون بطنجرة، بدنا نضيف شوية من زيت الزيتون. سو مش ما في لزوم نقلي، يعني ما بدنا نقلي، ما بدنا نقلي، بدنا نحمي النار. هون بدنا نلوح كل المقادير سوا، يعني مش ضروري ابدا نقلي. بدنا نرجع نضيف شويه من السكر، شويه من الملح، ما هون عم نشوف شويه من جوزة الطيب، بهار ابيض. هيدي الصلصة الحمراء يلي شو بدها وقت هيدي دلال؟ بدها وقت على ننسيهم يعني؟ بدها بين 15 20 دقيقة، كثير مهم تينا انه نشتغلهم على النار كثير خفيفة. أوكي. بدنا نغطي الطنجرة. مثل ما هون عم نشوف لوحنا كل المقادير سوا، هلا هون فينا كمان إذا ضفنا هيك ملعقة صغيرة من الزبدة بتعطي نكهة أطيب، يلي بحب يلي ما بحب دسم. شوية دسم أكيد، كل شيء دسم هيك أطيب. فينا نكتفي بشوية من زيت الزيتون. عزيز. كل هول المقادير بدنا نخلطهم سوا. كتير مهم أنه نار خفيفة، نغطي الطنجرة، نعير 15 20 دقيقة، نطحن البصل والثوم والبندورة، بس أكيد بلا عود القرفة ورق الغار. وبنرجع بنشتغله. أنا بشتغل إذا بدي أعمل حيلا دي بات روج بشتغل فيهم، حيلا لازانيا، يخنة، لحيلا شيء مش بس
للبيتزا. وهون بدنا نقول للمشاهدين من بعد ما كمان طحنا الصلصة الحمراء فينا نضيف الأوريغانو، الحبق، الأرب دو بروفانس، بنكهها بعدين ولا حسب لشو وصلنا. على اليوم بما أنه نحن عم نحكي على بيتزا هيك حبينا أنه نضيف، فينا نشتغل حتى بالزعتر الأخضر كمان، يعني مش ضروري نروح على الأوريغانو، فينا حيلا زعتر عنايه بالبيت نضيف من بعد ما نطحنهم، نضيف ملعقة هيك صغيرة لنعطي نكهة. لكن هيدي هي وصفتنا، بدنا نغطي الطنجرة وبدنا نتركهم على نار خفيفة. هلا بلا ما نطرش المشاهدين تحت الهواء طحنا البندورة خلصناها خلصناها، بدنا نضيف لها شوي من الأوريغانو يلي بده يعطيها، لأنه عم نعملها مع البيتزا اليوم، فوالا، أو البازيليك، يعني في كثير بحبوا بازيليك أرك دو بروفانس حيلا شيء. أو تينا فينا نشتغل بالزعتر تبع المنقوش اللي معودين عليه. فوالا. لكن عم نمزج الصلصة الحمراء المطحونة. هون كمان بدي أقول إنه في كتير صلصات، يعني في كتير بيشتغلوها بصل، ثوم، طومات بولي، ما بحبوا يشتغلوا بالبندورة الحمراء الطازة. كمان. يعني هيدا ذوق، في العديد من الوصفات يلي فينا نشتغلهم، بس هون بدي أقول إنه هيدي من أكثر الوصفات الطيبة والسهلة، يعني ما بدها شغل أبدا. هلا بما إنه اليوم ما عبالنا نشتغل البيتزا تينا بالعجين، عبالنا نشتغلها بالباجيت، ولنشجع المشاهدين حبيت هيك إنه حتى اشتغلها بالباجيت السمراء، يعني في كثير ما بحبوا ياكلوا باجيت، بقى اليوم أكيد اشتغلناها بالباجيت السمراء. مثل ما هون عم بيشوفوا جبنا الباجيت، فينا نجيب الباجيت الطويله نقطعها، مثل ما فينا نجيب الباجيت الصغيره، فينا هون حتى نقطع لشقف صغير، يعني مش ضروري تكون صح انه الحجم اللي نحن بنحبه. مثل ما هون عم نشوفوا قطعناها فتحناها من هيد من هون طلعت لنا اثنين، هول الاثنين اللي بيتطبقوا على بعضهم. هون فينا نخفف حتى اللب، فينا ما نخفف، يعني فينا نشتغلها مثل ما بس هي. مثل ما هي بدنا نجيب شوية من زيت الزيتون، ولا هيدي وصفة كتير أوريجينال كتير طيبة. لكن عم نوضع زيت زيتون على الباجيت اليوم، حبينا هيك نشتغل وصفة فهيك نعطي أفكار للمشاهدين. مزبوط، نظهر شوي من القصص المعودين عليها. فوالا نشتغل بالخبز السمراء. بعد ما نحط زيت زيتون شو رح نحط؟ بدنا نحط دغري الصوص. اوكي. ليش حطينا زيت زيتون تينا؟ بيعطي هيك شوية طراوة وطيبة، بتصير كمان أطيب. ولا لكن مثل ما عم نشوف وضعنا شوية من زيت الزيتون، وهون بدنا نضيف صوص خوش. التوبينجز فينا نشكل صح، رح يعني نشكل كل واحد مثل ما بيحب عادة البيتزا تبعيته. نحن رح نطلع وقفة قصيرة مشاهدينا وبنرجع لـ What's Cooking.